السلام عليكم. السلام عليكم مسيو. سلام، أهلا بيك. وي مهيب، شنو باكسيون باكشني؟ بكم فوق هاي مرحبا بيك بن حميدة. وي مع السلامة. أهلا بيك باكشنو بن حميدة أنفو أنفو. أي أنا أيمن، بكم فوق أهلا بيك باكم فوق. أيمن معنا، أيمن ياسين آمنة باه بون بون أخزر لي اليوم. مش نعملو بون، مش نعملو رابيل صغيرة، فهمتني؟ ومش ندخل نفهمكم الدرس الأول في الفيزيك اللي هو لو كوندونساتور. دونك سيل فو بلي نيزيتي با دو بوزي لي كيستيون، أي حاجة تبدأ مش واضحة بطبيعة تسألوني عليها مسيو، فما عادي ونحاولوا مش أن نقيدوهم، نفهموا مش مع بعض. نسحقوا ورقة وستيلو قدامنا. ولا اون برانسيب تو مش تفهمني أكاهو، ما استحقتش، لأنه لي فيديو هذوما بعد مش تفرجوا فيهم أنتم. معناها كوميتون، معناها أنا تو مش نعمل رابيل دو كور صغير، مش نحاول ان لو ماكسيموم يفهمكم البارتي الاولى من الدرس الاول في الفيزيك اللي هو الكوندنساتور تابع الدرس دي بول ار سي، هو درس تري امبورطون في الباك. دونك مش نحاولوا ان نتفاعلوا مع بعضنا. دونك نيزيتي با دو بوزي لي كيستيون، اي حاجه مش واضحه بطبيعه ما تخلينيش نتعدى ونمشي بشويه، فهمتني؟ ان شاء الله ما فما كان الخير. باهي، مش نبدو من الاول برابيل صغيره نستحقوها. معناها أغسل، معناها بالنسبة لنا نحن أي حاجة عندها علاقة بالبريمير ولا دوزيام ولا تروازيام متعلقة بالباك راهو نعملوا اون بتيت رابيل. دونك أنا من الأول مش نسأل ساعة، مش نحكي على الجينيراتور، لي ديفيرون تيب دو جينيراتور نعرفوهم نحن. شنو لي ديفيرون تيب دو جينيراتور نحن نعرفوهم شنو ما هم؟ أما لي جينيراتور دو كوا؟ جينيراتور هو جينيراتور دو كوا؟ دو فما كورون جينيراتور دو كورون. تري بيان، باهي نمشي واحدة واحدة. فما لو جينيراتور دو كورون، صحيح. دو تونسيون لحظة بركة، لو جينيراتور دو كورون، جينيراتور هذا دو كورون كيسكو دو ليفر، شاعتين جينيراتور دو كورون انتونسيتي انتونسيتي يعطينا كورون كونستون. معناها ان جينيراتور دو كورون ايت ان جينيراتور كي ديليفر كي دون كي ديليفر اون انتونسيتي دو كورون اي كونستانت. هاكا ولي كي ديليفر اون انتونسيتي دو كورون اي ايجال ان كونستانت. معناها بالنسبه لي ان جينيراتور دو كورون يخرج لي كورون كونستانت. دونك هذا جينيراتور دو كورون اي اون فونكسيون دو تون، دونك سي ان كورون كونستانت. هذا بالنسبه للجينيراتور الاول. السامبول نتاعو شنو هو الجينيراتور هذا؟ دو سامبول، هذا السامبول سيل فو بلي تاع جينيراتور دو كورون. دونك خرجنا ان كورون كونستون. باه، فما نوعية أخرى تاع دي جينيراتور، شنو هو جينيراتور الآخر؟ بس فريكونس جي بي اف باه، فما جي بي اف اللي قبله، شنو فما جينيراتور أخر؟ دو فما تونسيون جينيراتور دو تونسيون إيديال، جينيراتور دو تونسيون، جينيراتور دو تونسيون إيديال. شنو هو الجينيراتور هذا؟ إت أن جينيراتور كي ديليفر أون تونسيون كونستانت أو كور دي تون. إت أن جينيراتور إت أن جينيراتور كي ديليفر أون تونسيون كونستانت أو كور دي تون. كونستانت au cours du temps.
هذا جينيراتور دو تونسيون دو سامبول. هذا السامبول نتاعو. دونك شنو هو الاو دي؟ هي لا فورس الكترو موتريس دو جينيراتور. فوالا فما لي جينيراتور ديم دو تونسيون. الجينيراتور هذا كيف كيف او اون فونكسيون دو تون يخرج لي تونسيون كونستانت. فما نوعية أخرى نتاع لي جينيراتور شنو؟ قلت لي تو بوس جي بي اي اف. فريكونس. معناها نحكي لهنا سيلفو كلي على جينيراتور دو فونكسيون. هاكو لي وي فما جينيراتور دو فونكسيون. اكزامبل جي بي اف جينيراتور دو باز فريكونس. هذا كيس كيل دون سيلفو كلي اون تونسيون ديليفر اون تونسيون فاريابل. هاكو لي كي ديليفر On data mobile phone is beneficial for certain and of course une tension variable. كان فما واحد عنده ايكوتور ولا حاجة يسكروا به. بالنسبة لنا نحن لهنا جي بي اف شخدموا بيه من بعد كريمستر ثاني كي ندخلوا بارتي فورسي اكسيتيرا. البارتي الأولى مش نختصروا على زوز برك لو جينيراتور دو كورون وجينيراتور سيل فو بلاي دو تونسيون. فما زاد شفناه في الدوزيام اني ياك لي جينيراتور ريال. هكا ولا جينيراتور ريال كيما الاكزومبل نتاع البي. واضح ولا جينيراتور ريال هنا لو دوم ريلاتيف ان جينيراتور ريال شنو؟ اير فور اي جينيراتور دو اي جا تونسيون. اير فور اي تري بيان. فما جينيراتور وي دو تونسيون ريال. هاكا ولا شكون الجينيراتور دو تونسيون ريال؟ لوا دوم ريلاتيف ان جينيراتور دو تونسيون ريال شنو هي مش تكون؟ اير فور اي هاكا معناها لا تونسيون او بي ان انفيريور على فورس الكتروميتريس او اي ديميني كون لانتنسيتي كي ديبيت اوغمونت. معناها بالنسبه لي انا السامبول نتاعو نحن نعرفوه. دونك جينيراتور ريال اش عنده؟ عنده او وعنده اي. اسكو سي كلير؟ دونك الاو جي بار ديفينيسيون ايغال ا كومبيان سيل فو بلي؟ الاو جي ايغال ا او موا ار فوا اي وي او نو؟ وي ايغال ا او موا ار فوا اي. وي واضح ولا؟ بالنسبه لي انا اي جي اون فونكسيون دو اي بالطبيعه نحن شفناه في الدوزيام اني اي جي اون فونكسيون دو اي. دونك مش تكون اون دروات دي كرواسون. اه وفهم شكون قال لي الصوت مش واضح تسمع فيه كل بالكدا سافا صوت واضح مسيو واضح. واضح باهي. اوزر احنا هذه اون بيتيت رابيل. باهي علاش عملت رابيل على لي جينيراتور؟ لانه هما مش يستحقوهم برشا سيرتو في الدرس الاول. باهي احنا شنو الدرس الاول مش نخدموه؟ نحن مش نخدموا لو كوندونساتور. باهي مش فاهمكم الدرس الاول اللي هو اول درس في البكالوريا اللي هو لو كوندونساتور. باهي افون دو باسي في الرابيل الصغيره دي نتاع لو تيب دو جينيراتور. واضحه ولا مش واضحه؟ بور تو المون واضح صافا. انا توا مش نحاول نعمل ريجيمي. وي تسنيم مش كيفاش؟ عندك صوت مش واضح يا تسنيم. التسنيم صوتك مش واضح بنتي. كيفاش قلت لي حتى بميساج كتب لي؟ اش قلت لي تسنيم؟ قلت لك مشي كانت نجم عاود لنا معناها عاود عاود لنا ما فهمتكش بالباهي. الجينيراتور كانت نجم تعاود لنا نعاود زدت ها مش فهمت نعاود الاولى لك فاتتني اكالي ها مش نعاود لك من الاول وحاولوا تبعوني عاود من لنا الاولى مشي نعاودوا من الاول اغسل. انا معلش. تو عملت رابيل على لي ديفيرون تيب دو جينيراتور اللي نخدموا بهم سنين في كاتريم اني. فما لو جينيراتور دو كورون. انا جينيراتور دو كورون اسمه في جينيراتور دو كورون هو جينيراتور اللي يخرج لي كورون كونستون. يخرج اي كونستون هذا يسمى جينيراتور دو كورون. وذاك السامبول نتاعو
ممكن نحكي على جينيراتور دو كورون ونحط الاي دي ما نحطها ماجيسكي، لانه لهنا نحكي على جينيراتور دو كورون، دونك ديليفر اون انتونسيتي دو كورون كونستان، دونك الاي ناخذها اون ماجيسكي. هذه الحاجه الاولى. فما لو جينيراتور دو تونسيون ايديال، جينيراتور سامي دو تونسيون والا اليمونتاسيون ستابيليزي. الجينيراتور هذا ديليفر اون تونسيون كونستانت او كور دو تون، ديما يخرج لي تونسيون كونستانت، التونسيون دي كونستانت هي او، واضح؟ دونك هذا يتسمى لو جينيراتور دو تونسيون، سي ان جينيراتور كي ديليفر اون تونسيون كونستانت. تمام؟ لو جينيراتور دو فونكسيون باش نقرا اللي قريته به انتم في الدوزيام اني وقت اللي قريته لو كورون الترناتيف اللي هو جي بي اف، جينيراتور دو باس فريكونس، هذا بالفعل ديليفر اون تونسيون فاريابل. لو جينيراتور دو فونكسيون هم لي جينيراتور كي ديليفر اون تونسيون فاريابل. وفما جينيراتور دو تونسيون ريال اللي نحن كيما ليكزومبل نتاع البيل هاك دو 4.5 فولت، اللي جينيراتور هذايا عنده فورس الكتروموتريس او وعنده ريزيستونس انترن بيتيت ار، لوا دوم ريلاتيف ا ان جينيراتور هو او موا ار فوا اي. هذيهم لي ديفيرون تيب دو جينيراتور اللي نحن سيل فو بلي مش نتعرضوا لهم اسنان. بون سافا تو تو مش ندخل نحكي على البارتي الاولى، دونك البارتي الاولى اللي هو درس لو كوندونساتور مش نحاول ريزوميه لو ماكسيموم، معناها شنو لوبجيكتيف تاع السيونس اليوم؟ ناخذ فكره على الدرس الاول ونحاول لو ماكسيموم بوسيبل. فما شكون فما اشكاليه في الايكرون؟ بالله لحظه برك مش هرجع لكم دقيقه. قبل ما نبدا كل شيء بون شفت لي ميساج نتاعكم دونك فما شكون سالني قال لي مسيو كيفاش نعرف التيب بتاع جينيراتور اللي انا مش نستعمله انا لهنا مش فاهمك حاجه. هذاك حسب الاكزرسيس نتاعنا، في الاكزرسيس يبين شنو الجينيراتور مش تخدم به، يقول لك راهو تستخدم جينيراتور دو تونسيون ولا جينيراتور دو كورون ولا جينيراتور ريال ولا جي بي اف، اسكو سي كلير؟ دونك هذه حسب الاكزرسيس، معناها في كل اكزرسيس يبان شنو الجينيراتور مش نخدموا به، والا مرات يقول لك مونتري انه لو تيب دو جينيراتور هذاك بالخدمه طونو شلول، واضح؟ باه بون. بالنسبه للسيكسيون تو معناها بالنسبه للبارتي هذه راهو لي سيكسيون كلها، المات باك مات باك سيونس باك تكنيك باك سيونس دو لانفورماتيك كلهم يقراوا نفس الدرس، اسكو سي كلير؟ هذا حسب لي ميساج نتاعكم. باه سافا دونك فوالا ده اوزلي تو انا تو باغ اكزومبل باش نبدا في الدرس الاول اللي هو لو كوندونساتور كيما حكينا، معناها مش نحاول نلخص لو ماكسيموم الدرس هذا ونمشي بشويه بشويه، واي حاجه تبدا مش واضحه ما تقلنيش نتعب. ده انا الدرس نتاعنا قلنا هو لو كوندونساتور، هذا الدرس مش تخدم عليه اليوم لو كوندونساتور. أول ما نبدأ باش نعمل ديفينيسيون
اي بريزونطاسيون. كان مش نحكي على الكوندنساتور سي تان ديبون، يعني اول ما نحكي ساعه مش نقول ان كوندنساتور، مش نقول ان كوندنساتور ايتان دي بول الكتريك، ايتان دي بول الكتريك مناش متكون كونستيتيي كونستيتيي بار دو زارماتور بار دو كوانتيكتي صحيت بار دو زارماتور دي يكونوا زارماتير هما كوندكتريس. كان لي دو بلاك هذوكم اي هاي هذاك هما باش نحكي عليهم تو، كوندكتريس كوندكتريس اسكو سي كلير سيباري سيباري بار ان ايزولون دي الكتريك ابلي دي الكتريك ابلي دي الكتريك الكتريك ده خلينا نزيد نفسر اكثر من هكا هكا ولي او لو ريبريزونت او لو ريبريزونت بار لو سامبول سويفون. شنو هو السامبول؟ هو سامبول هذا فوالا هذيهم لي دو زارماتور نتاع الكوندنساتور سميها لارماتور ا ولارماتور بي. هذيهم يتسموا سيلفو بلي هذم الزوز يتسموا ارماتور ارماتور. ما بيناتهم الزوز هذايا هو إيزولو دي الكتريك هو اللي زولو هذا خلينا الزول اللي ما نفسرها بينات لي زارماتور ليزولو اللي هو ما بيليت ليزارماتور الاسباس معناها هو سباس فيرد ليسباس صحيت. هو ينجم يكون لير كان ينجم يكون حاجه اخرى، المفيد سي تان ليزولو. كل ايزولو اي كاركتريزي دونك ليزولو ذاك هو دي الكتريك. دي الكتريك هذا ينجم يكون لير كي ينجم يكون حاجه اخرى. دونك بالنسبه لي انا الكوندنساتور متكون من دوز ارماتور، مي بين لي دو زارماتور موجود ان ايزولون. ليزولون هو حاجه بتبيع ني كوندوي با لو كورون الكتريك، اي ايزولون اي ان ايزولون سي ان كور كي نو كوندوي با لو كورون الكتريك. دونك معناها كي نلخص شنو كوندنساتور مناش متكون، يجم يكون متكون من دو زارماتور، لي دو زارماتور هذا من نجم يكونوا بلان كي من نجم يكونوا سيلندريك اكسيتيرا كيفاه. واضح؟ دونك لي دو زارماتور هذا يكونوا كوندكتريس كي كوندوي لو كورون الكتريك، ما بين لي دو زارماتير فما ايزولون تسمى دي الكتريك. دونك هذه ديالك ديفينيسيون تاع كوندنساتور. وي اش حابين تقول لي ça؟ وي مسيو دي الكتريك اي سافا وي وي فما شكون نحل الميكرو ولا يتكلم سيلفو بلاي. دونك اللي يجي مش يتكلم يعلمني باش ما ندخلوش بعض. دونك خلينا نتفقوا الناس الكل، الكوندنساتور هو دي بول الكتريك. كي نقول دي بول سي ان كومبوزون الكتريك كونتيان دو بورن، متكون من دو زارماتور كوندكتريس. اسكو سي كلير؟ لو دو زارماتور ذيم كوندكتريس دو زارماتور كي كوندوي لو كورون الكتريك سيباري بار ان ايزولون، ليزولون ذي يتسمى دي الكتريك. نحن لاني سؤال يطرح مش قولي مسيو شنو هو الكوندنساتور وشنو هو الرول نتاعو وعلاش نستعمل الكوندنساتور. اسكو سي كلير؟ دونك بالنسبه لي انا لهنا مش نجي نحكي بار اكزومبل لو غران دو باه مش نكتب العنوان باش نعمل اكسبيريونس اي اوبسيرفاسيون. بريميرمون اكسبيريونس بتبيع نحن لهنا هذا الكل مش نشوفوه في الكلاس، بتبيع مع استاذك بتبيع في الكلاس باش تعملوا لي زيكسبيرونس هذيهم. انا لهنا مطالب باش نحكي عليهم اكاهو وفهمهم لكم فهمتي، لكن هذا الكل مش شوفوه نحن اكسبيريمونتالمون في الكلاس ده.
الديسبوزيتيف شنو مش يكون بتاعنا؟ مش يكون متكون هنا اليمونتاسيون ستابيليزي، معناها جينيراتور دو تونسيون. هنا مش يكون فما ان كوميتاتور، نجي نحط الكوندونساتور لين، هذا الكوندونساتور لارماتور ا ودي لارماتور بي. هنا مش نحط ان امبير متر، وهنا مش نحط ان ريزيستور، ده هذه البوزيشن ا مسيو في ودي جينيراتور كي البوزيشن تحط بي. فيش معناها راهو باز فريكونس ولا تونسيون ريال. لا لا لا، جينيراتور دو تونسيون ايديال. هذاك هذاك علاش قلت لكم راهو رابيل الاولى اللي عملتها تري امبورتون. هذا جينيراتور دو تونسيون ايديال، معناها هذا يخرج لي تونسيون كونستانت. ريت الاو ذيك كي نعمل كيما هكاك راهو جينيراتور دو تونسيون، راهو يخرج لي تونسيون كونستانت. اسكو سي كلير؟ واضح. هذا سي تان كوميتاتور. الكوميتاتور شنو؟ كان حطيت كا اون بوزيسيون 1 باش نحكي على السيركوي هذا، كان حطيت كا اون بوزيسيون 2 باش نحكي على المونتاج الثاني، سيركوي الثاني. باهي، نحن اول حاجه قبل ما نعمل الاكسبيرونس هذايا هنا نجي زاد نحط ان فولت متر لم وبورن دي كوندونساتور. باهي، قبل ما نعمل الاكسبيرونس هذه اهم حاجه هو ان نجي للكوندونساتور وريلي سي بورن بار ان فيل كوندكتور قبل ما نبدا الاكسبيريونس. لا بريمير شوز افير مو هذا الكوندونساتور، مو ديبول وحده هو اللي باش نجي نعمل له ديبول. هذا نجي نربط لي بورن نتاعو بخيط. اش عملت هنا الكوندونساتور حسب رايك؟ كي نجي لديبول ونحط خيط نربط لي مش بورن يتعدى نتاعو، اش الكورون عملت؟ بيناتهم لا امشي لا اعملوا ديشارج. مش يتعدى الكورون يا صحيح، بيناتهم لا شي باش يولي ما هو شارجي كوندونساتور جبته وحده خارج يبقى من السيركوي. شارجي. لا بيه. جيت انا ريلي سي بورن بار ان فيل كوندكتور، دونك لهني جي ديشارجي لو كوندونساتور. باش ينجم يتعدى الانتونسيتي في السيركوي خاطرهم بيناتهم ايزولون. باه غون بزيد فسرها لك اكثر من هكا ولدي باش تفهم. باه، لي دوز ارماتور هذي مون كوندكتريس ولا باه ينجموا يكونوا موجودين في سيركوي اخر ولموا شارج. اش عملت انا؟ اول حاجه نعملها الفو ديشارجي لو كوندونساتور، ديشارجي لو كوندونساتور معناها دي الفو بلا زيرو ديشارجي. يعني. الاخر نعمل هذه الناحيه لحظه والشارج اللي كان فيه ومشي مشي تاو. يعني نفهم كل شيء. لحظه برك ركز معايا شوي، الفو ديشارجي لو كوندونساتور اونتر برونتيز ريلي سي بورن بار ان فيل كوندكتور، بار ان فيل كوندكتور. خفصلك العمليه. كي نجيب انا كوندستور قبل ما نحطه في المونتاج السيركوي نتاعي، نجي لي بورن نتاعي نربطهم بخيط وحدهم. كي نربطهم بخيط كان فما دي شارج موجودين على لي زارماتور هذاك، ما انا نحاه يولوا لي دو زارماتور سون الكتريك مونيتور. هذا الهدف له. اسكو سا كلير؟ معناها انا اول ايتاب نعملها في الاكسبيريونس ان نجي لارماتور وفسخ منهم كان فيهم دي شارج، نحي اك لي شارج الموجودين في لي زارماتور. كيفاش نحيهم لي شارج هذاك؟ نجي نربط لي بورن نتاعو وحدهم بار ان فيل كوندكتور، انا جي دي شارجي لو كوندونساتور. من بعد ما ديشارجي الكوندونساتور نجي للسيركوي نحط كا اون بوزيسيون 1 ونحب نشوف شنو مش نشوف. انا ده نعمل كا اون بوزيسيون 1. كي نعمل كا اون بوزيسيون 1 معناها معناها شنو على المونتاج الماي اللي مش لول تحصل عليه؟ باش مش تحصل على الماي الاولى صح؟ لحظه بركه، هذا او اهو، هذا الديسبوزيتيف نتاعنا اهو. هنا قلنا فما امبير متر ولهنا فما الريزيستور. فوالا، دونك هذا السيركوي نتاعنا ودي لاتونسيون او بورن دو فولت متر.
شنو مش نلاحظوا نحن؟ اون اوبسيرف اكولي اون فيرم كا سور لا بوزيسيون 1 كيش كون اوبسيرف لوغوي دو غالفانوميتر لوغوي دو لومبرمتر ولا دو غالفانوميتر خاطر كي نقول امبرمتر ولا غالفانوميتر ايغوي كيف كيف راهو هذا لومبرمتر مش تعمل لك لومبرمتر اللي فيه ايغوي سي ان غالفانوميتر ليغوي دو غالفانوميتر دو في تلقى لها ديفياسيون دو في دون لو سونس ان اللي انا مش سميه سونس بوزيتيف وقت اللي ليغوي تتحرك في السونس ان انا اول حاجه الساعه مش ناخذ او ايجال 6 فولت لانه جينيراتور دو تونسيون انا نحدد التونسيون باش نخدم به باش نخدم تونسيون 6 فولت L'aiguille du galvanomètre devient dans le sens 1, sens positif. Est-ce que c'est clair? Et la tension UC aux bornes du condensateur, aux bornes du condensateur, augmente progressivement, augmente progressivement. Jusqu'à E égale à UEC. 6 volts. Reste sûr qu'à partir de l'année, quand on met K en position 1, on remarque que l'aiguille de le galvanomètre se déplace. Quand elle commence l'aiguille se déplace, l'aiguille se déplace, est-ce que c'est clair? Et la tension au bord du voltmètre commence à augmenter. Où est-elle? C'est comme ça, augmente. Progressivement de 0 jusqu'à 6 volts. Là, je vais écrire un au bord du condensateur. Là, je vais augmente, minute, augmente. Monsieur, un disouel, monsieur. Là, je vais écrire un kelme hedi. Augmente de 0 jusqu'à ou jusqu'à 6 volts. Là, je vais écrire un kelme hedi. مسيو شنو هي الريلاسيون ما بين لومبرمتر والماء اللي نختاروه؟ ريلاسيون ما بين لومبرمتر والماء اللي نختاروه؟ لومبرمتر وين موجود هو؟ مش موجود في الماء هذيك اي مسيو علاش حاطينه لومبرمتر؟ لومبرمتر كيس كيل با انديكي؟ مش يقول لك فما كورون ولا ما فماش ساعه ولا صحيح كي يبدا لومبرمتر ايغوي مو لون بيرميتر دي اكوي مش تتحرك الاكوي مش تتحرك في السونس هذا هكا ولا كي تتحرك في السونس هذاك معناها فما كورون قاعد يسيركيلي في المونتاج صح ولا ايه به الكورون هذاك اللي قاعد يسيركيلي في نفس الوقت لا تونسيون او بور دو كونداساتور ماشي تكبر من صفر ماشي للسيس معناها بالنسبه لي انا شنو الهدف من وجود اون بيرميتر في السيركوي ومش يقرا لي لانتونسيتي دي كورون ايه يبدا امبرمتر ا ايغوي مش يوريك السونس دي كورون الكتريك انا قلت لك السونس هذا الان مش ناخذ انا سونس بوزيتيف والسونس بوزيتيف ديما هو اللي يجي من البورن بوزيتيف دو جينيراتور هذاك علاش انا سميت السونس الاول هو سونس بوزيتيف لانه السونس بوزيتيف هو السونس دو كورون اي كي سور دو لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور معناها الديفياسيون تاع ليغوي هذيك هي ديفياسيون تاع سونس بوزيتيف است كو سي كلير شكرا واضح مهيب ها مسيو وي مسيو معناتها تونسيون باش تبدا تطلع بشوي 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 اللي توصل ل 6 فولت اوكي و 6 فولت هي او است كو سي كلير يعني ليش توصل لل مين توصل لل او لونغ يا الفا سمولتي ها تعمل ديفياسيون دي لونغ الف اي الفا تعمل انا ديفياسيون تعمل المفيد كانت في الزيرو مش تتحرك اسكو سيكلت هنا شوف الحكايه تاع اون فوا شو باش نكتب الكلمه باش نكتبها تاو اون فوا او سي ايغال 6 فولت الكورون يسمي لي مره اخرى اون اي ايغال زيرو وقت اللي التونسيون او بورن دو كوندنساتور توصل ل 6 فولت
اكلون بيرميتي يرجع لي مره اخرى للصفر، ما تحرك هو اللي ما تحرك في سونس بوزيتيف، وقت اللي يسي توش لسي جوار كورو مره اخرى. واضح ولا مش واضح؟ شو بلي عاودي لنا في اللقطة مش هذه عاودي المجانية مثلا. ده، نعاود لك. مو انا شو كان جيت مثلا في الكلاس الاكسبيريونس قدامي، كنت تكون خير بياسر الحكايه. علاش؟ خاطر انت مش تقدر تشوف بعينك وكل شيء. اقصد شو بالضبط ولدي، اقصد فهمك الحكايه. من الاول الكوندنساتور دي شارجي، معناه اللي زار ماتير نتاعو فارغي، ما في حد شيء. انا تبدا عيني على الفولت متر وعيني على الجوين بتاع الجالفانومتر. وقت اللي نسكر الانتربتور مش تكون انستونتاني الاي سي جي 6 فولت ديريكتومون، لا، مش تاخذ شويه وقت تبدا تكبر من صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه لين توصل 6 فولت. فك اللحظه وقت اللي تبدا الاي سي قاعده تكبر، الجوين بتاع الجالفان بتاع الامبير متر قاعده تتحرك. ان سوفي اي سي وصلت لل 6 فولت، الجوين ترجع لي للصفر. معناها هاو زيد فاسير بالضبط، هاو بالضبط كيفاش. اقصد كاين هذه اي سي، اقصد الاي سي هذا صفر، الاي سي ماشي وتكبر، وين ماشي؟ مش تمشي للسيس. لجوي بتاع الجالفانوميت، هاي تعمل لجوي بتاع الجالفانوميت، ما هي كنت تاكل اقصد لجوي تبدا تتحرك. هي ذاك ماشي يطلع وهي تبدا تتحرك. الاي سي توصل للسيس فولت ولجوي ترجع لي للصفر. مسيو ديما 6 فولت ولا ديما التونسيون اللي يخرجها جينيراتور؟ اللي خرج الجينيراتور، خاطرني اخترت 6 فولت، كنت نجم اختار 10 فولت. واضح، فهمت الفازة؟ معناه كي انا يرجع حددت 6 فولت خاطر يتولي التونسيون يعطيك اللي الصحة. بيوت الكونستون دونساتور توصل التونسيون بتاع جينيراتور اي تولي زيرو. يرحم والديك، هذه الحاجتي بيها واضح كون واضح, فهمتها؟ واضح. وهذايا الكل مش تشوفوه راهو اكسبيريمونتالمون في الكلاس. هذا الكل مش نعملوه الاكسبيريونس، مش يجيو ستيفكو، مش يجيب جينيراتور، يجيب كوندوساتور، يجيب امبرميتر اجوي، ويجيب ريزيستور ويوريك الاكسبيريونس. انا توا بما انه نحن نخدم اونليني، انا مش نحكي لك عليها اكا هو. معناها انا شو مشوقه بالضبط؟ انا نسكر الانتربتور وني نبدا بعيني نغزر ان الاي سي ماشي تكبر، ونشوف في اللي بتاع الجالفانومتر ماشي وتتحرك. وقت اللي الاي سي توصل ل 6 فولت، الجوي ترجع للصفر، الكروي صانيري. انا توا يلزمني نعمل انتربريتاسيون للفينومين هذايا اللي شفته، هذايا ماي اوبسيرفاسيون، يلزمني انا تو نعمل انتربريتاسيون. نعمل انتربريتاسيون هاي سيدي، تو مش ننتربريتي سا فيزيكمون. شوف شو نعمل انا بالله يا جماعه، راكش ماي بالكدي بالكدي، راه وليت نحكي فيه انا تو راهو تريز امبورطون باهي، ويجب تفهموه بالكدا بالكدا. انا تو مش نحكي، مش نعمل انتربريتاسيون ليكسبيريونس هذه. شوف شو نقول انا، مش نقول على فيرميتور دو كان اون بوزيسيون 1، مش نقول، مش نمشي بشوي بشوي على فيرميتور دو كان اون بوزيسيون 1. فما ديز الكترون مش يتحرك، دونك أكسبتي. إليا مش نقول هنا إل سو برودوي أن موفمون ديز الكترون، إل سو برودوي أن موفمون ديز الكترون. تقول لي سو برودوي ان موفمون دي زيلكترون، منين مش يخرجوا لي زيلكترون من في البور المنطقه؟ البوزيتيف جينيراتور يخرجوا من البور نيجاتيف دي جينيراتور. عامل لي زيلكترون مش يخرج، لي زيلكترون سور دو لابور نيجاتيف دي جينيراتور. واضح ولا؟ الكورو يخرج من البور بوزيتيف، والكورو لي زيلكترون دي معكس بعض. معناها شوش باش نقول انا تو؟ ولا نرجع للخدمة. ده فوالا، دونك ديز الكترون ان موفمون ديز الكترون
Est-ce que c'est clair? De la borne négative du générateur, de la borne négative du générateur, hein, voilà, qui viennent de se fixer sur l'armature B. Qui viennent de se fixer sur l'armature B. نرجع لك للشيما. هاي سي. فما دي زيلكترون مش يخرجوا من هنا، مش يمشوا، يمشوا وين السوفيكس؟ يخفض غالي في الارماتير بي. الارماتور بي. الارماتور بي ها هم. اسكو سكنت؟ وقت اللي الارماتور بي تتعبى باللي زيلكترون، اسكو سكنت؟ بار انفليونس سوفيك سور لارماتور بي بار انفليونس اسكو شو يوقع بالضبط بار انفليونس يتعديوا بالفيل. اخس مو غادي فما دي الكتريك بار انفليونس لارماتور ا سو شارج بوزيتيفمون بار انفليونس لارماتور ا سو شارج بوزيتيفمون معناه نرجع للشيما مسيو لحظة بركة هذه تولي بلوس علاش بلوس خفص الحكاية خاطر ما يجيوش دو بورن قابلين وقت بعضهم اللي يجيبوا لارماتور بي وذي لارماتور ا وقت اللي لارماتور بي تعيش معناها اكسي ديز الكترون الاخرى اوتوماتيكمون مش سايب ديز الكترون مش تولي شارجي بوزيتيفمون ولي زيلكترون سون اسبيري بار لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور مسيو. ما ركز معايا نجموش شوية دوز ارماتور مقابلين بعضهم، يكون واحدة بوزيتيف وزوز بوزيتيف ولا زوز نيجاتيف مقابلين بعضهم. ليه هنا امبوسيبل هنا تعرفش علاش امبوسيبل عليك لانه انت كي ترجع ليزارماتور شوف ليزارماتور واحده ريلي للبورن نيجاتيف والاخرى ريلي للبورن بوزيتيف دي جينيراتور وما بيناتهم ايزولون كي مش يخرجوا لي زيلكترون مش يتحركوا وين مش يحبسوا مش الارماتور يحبسوا في بي. البي وكي يحبسوا في البي بار انفليونس الاخرى مش سايب دي زيلكترون لي زيلكترون اللي تسيبهم سون اسبيري بار لا بورن بوزيتيف دو جينيراتور معناها بالنسبه لي انا لهنا شوف الفينومين على لا فيرميتير دو كا مسيو ايل الأخرى سو برودوي ان في موفمون دي السايب زيلكترون إلكترون، مين جاوا لي إلكترون مسيو؟ انا مش فاسلك مش فاسلك الحكايه اوس ايل سو برودوي ان موفمون دي زيلكترون دو لا بورن نيجاتيف دو جينيراتور كي فيان سو فيكسي سو لارماتور بي بار انفليونس لارماتور ا سو شارج بوزيتيفمون خفاسلك منين سايبو هو لي دو ارماتور مش هم كوندكتريس ايه وي او نو اذا ليه لي زارماتور هذيم اون كويفر بار اكزومبل مش موجودين دي زاتوم دو كويفر في الاتوم مش متكونوا من نويو دي زيلكترون معناها الارماتور هذيك مو فيها مليار نتاع لي زاتوم دونك هي تولي سايب لي زيلكترون باش يوقع فما اكيليبر دونك اوتوماتيكمون اذا الارماتور بي سو شارج نيجاتيفمون معناها عشت ان اكسي دي زيلكترون بار انفليونس الاخرى الارماتور الأخرى الاخرى مش تسيب تولي سايب دي إلكترون تولي زيلكترون بوزيتيف. هذيك صح لي زيلكترون ذاكم يتعدوا في لي في الكوندكتور وسون اسبيري بار لا بورن بوزيتيف دي جينيراتور تكلي معناها لهنا قلنا لهنا سوفيكس سو لارماتور بي بار انفليونس لارماتور ا سو شارج بوزيتيف بوزيتيفمون دوك شو يوقع لهنا دي زيلكترون ميغرو دو سيت ارماتور هكا ولا واضحه ولا معناها باش نقول هنا دي زيلكترون ميغر دو سيت ارماتور واضحه ولا ميغر دو سيت ارماتور دو سيت ارماتور هكا ولا واش يقال لهم لهنا كي سيرون اسبيري et qui seront aspirés par qui? Par la borne positive du générateur. Par la borne positive du générateur. Mais rakz maya wahda wahda. Est-ce que c'est clair?
هنا نرجع للحد نتاعي، بما انه فما سيركيلاسيون دي زيلكترون، معناها فما ان كورون كي سيركيل دون السيركوي، وي او نو؟ وي وي او نو؟ معناها وي بالنسبه لي انا لهنا اش نجم نقول؟ il se produit alors un mouvement d'ensemble d'électrons. Il se produit alors un mouvement d'ensemble d'électrons. وبما انه فما mouvement des électrons معناها باش تخلق لي courant électrique. هكا ولا؟ واضح ولا؟ واضح. دونك لانسومبل ديليكترون، دونك اللي هي باساج دو كورون الكتريك. الوغ اليا باساج دو كورون الكتريك بطبيعة دون لو سونس بوزيتيف، دون لو سونس بوزيتيف. ركز معايا على شويه لهنا، لازمك تفهمني كوم الفو، نزيد نعاودها بشوي بشوي. اخذ الشوكه بالضبط يا جماعه، الكوندنساتور انيسيالمون ديشارجي، فما دي زيلكترون باش يخرجوا من البور نيجاتيف، يتحركوا يتحركوا يتحركوا، سو فيكس سو لارماتور بي. لارماتور ا بار انفلونس تسيب دي زيلكترون، واي حاجه كي سيب دي زيلكترون تولي شارجي بوزيتيفمون، لي زيلكترون ديك محوش. فك البريود اللي قاعدين يتحركوا فيهم لي زيلكترون، ما هو يتخلق كورون هكا ولا؟ لو كورون هذاك الكتريك، وقتاش لا سيركيلاسيون دي زيل... وقت لا سيركيلاسيون دي زيلكترون سيس، وقتاش سيس؟ اون فوا لو كوندنساتور اي كومبليتمون شارجي، شارج صحيح هكا ولا؟ اللي وقتها ما عادش فما موفمون تاع الالكترون يولي ما عادش فما كورون. تري بيان، معناها بالنسبة لي انا سيلفو بلاي اش نجم نقول انا لهنا؟ معناها لهنا اون فاج دو شارج هكا ولا؟ بما انه فما سكورون كي سيركيل دون السيركوي، اون دي لو كوندونساتور اي اون تران دو سو شارجي هكا ولا؟ معناها في الحاله هذه في السيركيلاسيون دي كاسكو جو بي دير؟ نجم نقول انه لو كوندونساتور اي شارجي اون تران دو شارجي اون تران دو شارجي، صحيت. دونك شنو هو الفينومين مي اون ايفيدونس لهنا؟ هو لا شارج دي كوندونسا كوندونساتور هكا ولا؟ اون فوا لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي، شوف دي شنو نقول انا سنيو فهم. لانتونسيتي صحيح سنيو صحيح، اون فوا لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي، كومبليتمون شارجي في الحالة هذه ما عادش فما ديبلاسمون دي زيلكترون، il n'y a plus de déplacement ou la circulation des électrons cesse, la circulation des électrons cesse, Google cesse c'est-à-dire s'arrête, oui, dès que circulation des électrons cesse maintenant et le courant s'arrête. Voilà. Ensemble. الفينومين لهنا شنو الفينومين لهنا؟ لو فينومين مي اون ايفيدونس شنو هنا؟ chargement de condensateur. لو Le فينومين مي اون ايفيدونس اللي هو شنو؟ chargement اي condensateur. لا شارج دو كوندونساتور، لا شارج دو كوندونساتور. مالا تو نجم نرجع للعنوان نتاعي، شنو مش يقول العنوان نتاع البارتي هذه شنو؟ لا شارج دو كوندونساتور. فينومين دو شارج. الفينومين هو شارج دو كوندونساتور، معناه نجم انا تو نكتب العنوان هو شارج دو كوندونساتور، مسيو ونجم زاد نقول شارج اي دي شارج دو كوندونساتور. من بعد مش تعدى النوسيون، لحظه بركه، شارج اي دي شارج صحيح اي دي شارج دو كوندونساتور. انا رجعت طول العنوان نتاعي، العنوان عملته بعد الخدمه اللي خدمناها. معناها بالنسبه لي انا سيلفو كلي، لحظه بركه، شارج اي دي شارج دي كوندوسا كوندوساتور، مي لحظه بركه فوالا. شكون حاب يسالني على حاجه؟ وي
مش هذا نكتبوه ولا يتبعث بي دي اف؟ لا، هذا كل اون برانسيب يتبعث بي دي اف، اون برانسيب يهبطوهمكم ديجا. السيونس هذه عاملها لايف للناس الكل، معناها اون برانسيب موجود من غير ما تكتب، خاطر هذا من بعد مش تقراه الكل. يهبط من بعد في الكلاس روم. اه يهبط من بعد اكيد جدا. اخزر خلينا نزيد بس، راهو انا البارتي اللي نحكي فيها انا بارتي تري امبورتون. اخزر نزيد نعاود مره اخرى، ركز معايا ما فيها حد شيء. اخزر انا من الاول كوندوساتور دي شارجي، اسكو ساكلي من الاول كوندوساتور دي شارجي، حطيت كا اون بوزيسيون ان، لاحظت بعيني ان لوغوي تحركت بتاع الجالفانوميت، والتونسيون اسي مشات تتك، وقت اسي فولت لوغوي رجعت لي للصفر. اش قلنا لهنا؟ قلنا على فيرميتور فما دي الكترون سور دو لابور نيجاتيف دو جينيراتور اي سوفيكس شو لارماتور بي، الاخرى بار انفليونس تسيب دي الكترون، بما انه سايب دي الكترون مش تولي شارجي بوزيتيفمون. وقت اللي الكوندنساتور كومبليتمون شارجي، ولد كايني لارماتور ا والبورن بوزيتيف دي جينيراتور عندهم نفس البوتنسيال، ولارماتور بي والبورن نيجاتيف دي جينيراتور اون لو ميم بوتنسيال. وتبيع كي تبدا خيط ما بينه دو بوتنسيال ايجو، مش يكون كوروني. دونك تبدا لهنا بلس 5 ولا هنا بلس 5، ما فماش ديفيرونس دو بوتنسيال في الخيط. دونك هذاك علاش الكورون يسانيت. باش نسال سؤال مهم برشا، في القاضي كيل اي لو رول جوي بار لو كوندونساتور؟ لو كوندونساتور جو لو رول دو كوا لهنا في ستوكي لي القاضي؟ شارج هو باسيف، ها ستوكي لي شارج باهي، فما شكون قال لي ستوكي لو شارج؟ باهي هذه باش نرجعوا لها باش نحكوا عليها تو. باهي معناها انت الكلام اللي تقول، اسال مش لا مش نلخص الكلام اللي قلت، معناها وقت اللي تشارج الكوندونساتور اسكو سي كلير، لارماتور ا بورت اون شارج بوزيتيف كي، صح ولا معناها في الحاله ايه؟ لارماتور ا بورت اون شارج بوزيتيف، اون شارج بوزيتيف كي بوزيتيف، ولارماتور بي بورت اون شارج نيجاتيف كي نيجاتيف. معناها كي نرجع انا للشيما نتاعي اسكو سي كلير، مش نقول هذيا مش تكون كي، هذه كي وهذيا موان كي، اسكو سي كلير؟ واضح؟ باهي هذا زميلتكم قالت تشارج الكوندنساتور صحيح. لكن اون فوا لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي، كيل اي لو رول جوي بار لو كوندونساتور دون سو كان؟ جينيراتور باش يسنو لي جينيراتور باش يرجع الانتونسيتي زيرو. باش اسمع يولي له هو اسمع له لحظة لحظة، خليني يولي نعملوا هو هيك هاي. الانتربتور. تري بيان، شكون انتربتور عزيز قال لي؟ ايه باه معناها في الكا هذه تري بيان، دونك لو كوندونساتور اون فوا لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي، دونك il va jouer le rôle d'un interrupteur ouvert. Je dis bien ouvert. هكا ولا؟ ما عادش فما موفمون تاع التونسيتي في السيركوي. صحيح. اون فوا لو كوندونساتور، اون فوا لو كوندونساتور اي كومبليتمون شارجي، اي كومبليتمون شارجي. هكا ولا؟ Une fois le condensateur est complètement chargé, donc il joue le rôle de quoi? D'un interrupteur Directeur. ouvert. Sahi. D'un interrupteur. D'un interrupteur ouvert. Est-ce que c'est clair? واضحة؟ لا. فهمتوني بالكدا في البارتي هذه والا لا؟ واضح الناس كل نعاودها بور لا ديرنيير فوا. اول حاجه اش نعمل؟ يجب الكوندوساتور يكون انيسيالمون ديشارجي. كومون ديشارجي ان كوندوساتور؟ بين ان فيل سيتادير كوندكتور. رولي سي بورن بار ان فيل كوندكتور. تري بيان، واضح. من بعد كا اون بوزيسيون ان، نلاحظ ان لوغوي دو غالفانومتر دو في دون لو سونس ان، انا سميته سونس بوزيتيف. في اللحظه في الوقت اللي هي قاعده تتحرك للسونس بوزيتيف، الاسي ماشي تكبر للسيس. Il suffit ici وصل 6 فولت، الإي ترجع أصفر. Je vais interpréter ça, qu'est-ce que j'ai dit?
à la fermeture du cas, il se produit un mouvement des électrons de la borne négative du générateur qui vient de se fixer sur l'armature B. Par influence, l'armature A se charge positivement, des électrons migrent de cette armature sont aspirés par la borne positive du générateur. Il se produit alors un mouvement d'ensemble d'électrons. Alors, il y a passage du courant électrique dans le sens positif et le conducteur est en train de se charger. Une fois le conducteur est complètement chargé, la circulation des électrons cesse et le courant s'annule. Il s'amène aux charges du condensateur, mais le phénomène qui charge le condensateur, l'armature A porte une charge positive et annule le bord positif du générateur. L'armature B porte une charge négative et annule le bord négatif du générateur. Une fois le condensateur est complètement chargé, donc il joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Mais, احكينا لهنا على الفينومين دو شارج. طب شو باش نقول يا جماعه؟ كنحط توا كا اون بوزيسيون دو. كا اون بوزيسيون دو. نرجع للسيركوي من اللي بقول. ها هو كا اون بوزيسيون دو. ها هو كا اون بوزيسيون دو هنا. ها. باش تحط كا في البوزيسيون دو. في البوزيشن دو اش مش يوقع بالضبط باش نعاود الشيما هي بيد هذا اك كوندنساتور مي هنا فما غالفانوميت اك لومبرميت وهنا فما اك الريزيستور هات لي كا اون بوزيشن دو هاي فوالا لارماتور هذه ما يشارجي بوزيتيفمون ولارماتور هذه قلنا شارجي نيجاتيفمون شنو مش يوقع على هنا اول حاجه مش نلاحظها ما البارتي نتاع جينيراتور لوكوي بوزيتيف تاع مش لوكوي موجود دو غالفانومتر دو في دون لو سونس دو تاو اول حاجه مش نلاحظها انا مش نلاحظ انه لوكوي دو غالفانومتر De vie. Mais le même angle alpha, mais dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Dans le sens 2, le haut sens, c'est ça, mais la Négatif. négatif. C'est ça, c'est la hâte. Ou chose autre, la hâte. Et la Et toi, tension ici, égale E. Égale E. là, là, Ah. on va le voltmètre ici. La tension ici, 2 Moi. minutes. Qu'est-ce qu'il y a ici? 2 minutes de 6 volts à Talwin زيرو jusqu'à 0. Est-ce que العكس c'est طبعا clair؟ يحكي مقلوبة لا يا رامبوك ايوه معلمي ايكوال انا هنا لوين ما كانت 6 فولت هي انا نلاحظ اش وقع على هنا براتيكمون فما ديز الكترون وين مش يحوشوا تو لي الكترون وين مش يخرجوا دوك هاو لي نزل الكترون وين مش ماتيو يخرجوا هكا ولي بما انه ما واضح عادش ولا مربوطة ما بالكورن الكورون بوزيتيف تاعنا بتاع كيفاش مش جينيراتور يولي ايش الكورون تاعنا تسالني مش يولي الفوق تو الكورون تاعنا مش يولي هكا تو اي سي تان كورون نيجاتيف واضح شنو نعملو دي شارجمون به دونك شنو الفينومين مي اون ايفيدونس لاني سيل فو بلي شارجمون دي او كوندونساتور فينومين دي دو دي شارج شارج دي كوندونساتور اسكو سا كلير معناها وي لهنا لو كوندونساتور Le condensateur se décharge. Se décharge. Est-ce que c'est clair? Hakoule. Il y a déplacement d'électrons dans le sens contraire. Hakoule. Il y a déplacement des électrons dans le sens contraire. والإيه تمشي وتزيد اي اخزر مش بالك حاجه لهنا وهذا تري امبورتون الكيستيون تاعك في بلاصتو الاي ماي نيجاتيف الاي تبدا هي نيجاتيف وتمشي لي للصفر معناها اللالور بتاع الكورب بتاع الاي هاو ستاتيك اللالور بتاع الكورب رغم انك سالت سؤال ما زلت ما نحبش ندخل له تو خاطر هذه في دي بول ار سي هاو الزيرو نتاعنا هاو اللالور بتاع الكورب نتاعنا مش تكون هك فهمتها
فاليور نيجاتيف تخطر دي زيرو نيجاتيف لكن تون فير زيرو، لكن هذه ما نحبكش تركز لي عليها توا، خلي لي نعمل دي بولير سي مش مشان عندك فيها. نعرفها هذا صار على غاية نحينا الجنراتور، كيفيه؟ معناها هذا صار نتبدل السونس غاية نحينا الجنراتور. اي من ناحية هنا في البوسيون دو هنا كاينو ولا الكوندنساتور كاينو جينيراتور لهنا صح ولا لو انت بالمنطق وباللوجيك كي يبدا فما كورون معناها فما جينيراتور هما فما جينيراتور فما كورون لهنا خاطرك لي زارماتور هذوك مشارجين بما انه مش فما اللي هما ديبلاسمون دي يعملوا في زيليكترون. الاليموتاسيون الكورون. يرحم والديك اك تحرك هذاك مو لي زيليكترون قاعدين يخرجوا من الارماتور هذيك نيجاتيف اللي هي الارماتور بي هكا ولا ودي شو الارماتور بكري ا بكري جو لو رول دان انتربتور تو جو لو رول دان جينيراتور. لهنا جو لو رول دا جينيراتور، لكن جينيراتور بون لانه جينيراتور دي سورس دي انرجي، لكن لهنا لي زيليكترون ماشيين تاعهم بعد باش يولي سانيلي هو باش تولي الاي سي ايكال زيرو اسكو ساكلي. دونك بالنسبه لي انا لهنا بما انه اليا دي بلاسمون دو دون لو سونس كونترير هكا ولا سو كي انجوندر ان كورون دون لو سونس نيجاتيف هكا ولا سو كي انجوندر ان كورون dans le sens négatif. Est-ce que c'est clair? Voilà, voilà. Une fois, bon, je suis sûr, mais une fois le condensateur est totalement déchargé, une fois le condensateur est totalement déchargé. Voilà. فماش كورون في الحاله هذه ان يا بلو دو ديبلاسمون دو الكترون صح ولا ان يا وي بلو دو ديبلاسمون دو كورون دو كورون وشنو هو اخر نجم نقول اي لو كورون سانيل صح ولا بما انه فماش ديبلاسمون دو الكترون اي لو كورون سانيل اسكو ساكن. دونك الفينومين هذا شنو الفينومين هذا مي اون ايفيدونس لا ديشارج حيت لو فينومين لو فينومين مي اون ايفيدونس اللي هو شنو كوندنساتور اي لا سيل فو بلي دي شارج دي كوندنساتور دي شارج دي كوندنساتور ممكن خدمنا اهم بارتي في الديبول في الكوندنساتور خاطر التلميذ هنا لازم يكون فاهم بالكدا النوسيون تاع الشارج الديشارج دي كوندنسا كوندنساتور اسكو سي كلير واضح ولا باهي. كي نحب نعمل كونكليزيون تو كونكليزيون دونك شنو اذا عطيت ديفينيسيون نحب نعطي نعمل كونكليزيون كيسكو جو بي دير لاني في الكونكليزيون شنو الكوندنساتور سي تان ديبول كومون Des كي pôles نحب نعمل électriques كونكليزيون تو composés de deux armatures divisées par un هذاك bi اعطيناها électrique. ديفينيسيون نحب نعطي ديفينيسيون اخرى اوترومون فيزيكمون ان كوندنساتور سي كوا يلعب نقول انا الدور ان انتربت كوندنساتور به ايتان دي بول الكتريك صحيح ايتان دي بول كي اكزيرس لا شارج لا ديشارج كي بو شارجي الكتريك ديشارجي كابابل دو ستوكي اون شارج معناها يشارجي هكا ولا ايتان دي بول الكتريك capable et ma magasiné de stocker, c'est-à-dire emmagasiner une charge électrique Q. Une charge électrique Q. لا حاشي ستوكي خاطر الهدف هو صحيح اللي بيرين بعد مش سايبها اما الهدف منه انه يشد لي شارج خاطر انا حاجتي باش شارج شدها هكا ولا باه. وشوف شو نقول انا تو مش نقول لا شارج كي دو كوندنساتور هكا ولا اي لا شارج دو لون دو سي زارماتور اي لا شارج دو لون دو سي زارماتور نفسر هذه ما هذه
هذين لي دوز ارماتور دو كوندونساتور صح ولا؟ مسيو بلي سامحني مسيو، اي طبعا مسيو بكري يقول لك التونسيون توصل 6 فولت بار اكزومبل، تقف يولي الاي زيرو ويقف الموفمون تاع الالكترون مسيو. يخلي الالكترون مش مربوطين بالانتونسيتي، كيف كي توصل تونسيون ال 6 فولت يقف الموفمون تاعها. الكورون يسني شنو هي الريلاسيون ما بين الموفمون تاع الالكترون والتونسيون؟ ها خلينا نفسر لك تو عايش ولدي وانت سالتني تو سؤال تري زامبورتون لك قبل ما نفسر لك نكمل لك الفازه هذه برا باش نرجع للكلام نتاعك قلنا لا شارج كي دو كوندوساتور اي لا شارج دو لين دو سيز ارماتور هذا من لي دو ارماتور كي نحكي على شارج بتاع كوندوساتور ونحكي على شارج بتاع واحده من لي ارماتور اسكو سي كلير علاش تقول لي مسيو اه ولا لا كان نحكي على الارماتور اه شارج بوزيتيف كان نحكي على الارماتور بي شارج نيجاتيف معناها لا شارج دو كوندونساتور كي هي لا شارج دو لو دو سي ارماتور اسكو سي كلير الشارج بتاع الكوندونساتور هي الشارج بتاع واحده من لي دو ارماتور كان تحكي على الارماتور ا تقول شارج بلس كي كان نحكي على الارماتور بي نقول شارج موان كي وانت والاكزرسيس شنو هو الارماتور اللي يحكي عليها فهمنا؟ به نرجع لك طولتي مش قول لك حاجه به انت قلت لي لهنا كيفاش انه الاو سي 6 فولت والكورون يسانيل وهذا اللي حبيت تسال وانت ولا به لانه لهنا مش قول لك حاجه لو سول دي بول كي بوسيد اون تونسيون ديفيرون دو زيرو اي كورونيل هو كان الكوندونساتور في لي دي بول موجودين في الدنيا الكل الديبول الوحيد انا مش فاسلك لك عليه شخص تو اون برانسيب لهنا فما جينيراتور صحيح ولا موي لا ايه وهنا فما ريزيستور وهنا فما كوندونساتور واضح نجيني نحط اون بيرميتر هنا وقت اللي نسكر الكوميتاتور لون بيرميتر هذا مش يعطيني اي ايكال زيرو برغم فما جينيراتور في اللعبه وسيركوي مسكر علاش؟ لانه فما كوندونساتور وهنا فما تونسيون او سي شكون ايكال او وقت اللي سكر الواحد الديبول الوحيد اللي عنده تونسيون في سيركوي وكورونيل هو الكوندونساتور خاطرو يستوكي في التونسيون. راهو الفازات في ليزيكزرسيس لو سالت وانت مواب هذا فازات في ليزيكزرسيس مرات يجيك في ليزيكزرسيس في ليدونتيفيكاسيون دي ديبول ويحط لك دي ديبول يقول لك راهو الديبول هذا عنده تونسيون 6 فولت لكن الكورون صفر في السيركوي انت ديريكتومون تقول له هذا ما ينجمش يكون كان كوندونساتور لان الكوندونساتور اوريجين بيرمانون يولي جو لو رول دان انتربتور اوفير عنده تونسيون لكن عنده كوروني مسيو لهنا اي ايكال زيرو يا اما دي شارج كومبليت والا شارج كومبليت لا لهنا نحكي على شارج هنا بما انه فما جينيراتور في اللعبه في السيركوي راهو دونك نحكي نحكي على على شارج ما نحكيش على دي شارج ودونك مادام لهنا عندنا اي ايكال زيرو يعني كومبليتمون شارجي لهنا يرحم والدي معناه الكوندونساتور كومبليت مشارجي تولي الاي سي تطلع او هي بيتها والاي صفر والاي ار هذه زاد صفر لانه اي ار يقال ار فوا اي بما انه الاي صفر حتى الاي ار مش تلقاها زيرو واضح واضح فهمت يا مهاب بالكدا واضح باهي واضح 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 مسيو بربي عاود لنا ما فهمتكش بالباهي باهي مش قول لك حاجه اغزل باهي تو نحن اذا نحط سيركوي في جينيراتور الجينيراتور مش يخرج كورون اي باهي اذا في لي ديبول موجود معاهم كوندونساتور كوندونساتور راهو لون بيرميتر مش يعطيك اي صفر علاش يعطي اي صفر لان على خاطر الكوندونساتور مش يتشارج الكوندونساتور مش يتشارج يتشارجر الكوندونساتور الكورون يسانيل دونك الديبول الوحيد واللي عنده تونسيون اونتر سي بورن وكورونيل هو الكوندونساتور كاو لي ديبول الاخرين كلهم لا الوحيد اللي عنده تونسيون كورونيل هو الكوندونساتور علاش لانه فينومين دو شارج دي كوندونسا كوندونساتور فهمنا وي او نو باه توزل اليو حكينا بالكدا على نوسيون تري امبورطون اللي هي الشارج والديشارج دي كوندونساتور اسكو سي كلير باه المره الجايه نزيدو نكملوا البارتي الثانيه ان شاء الله تاع الدرس هذا كوندونساتور داكوردو واضح ونيزيتي با دو بوزي لي كيستيون مسيو شنو ديما نقرا مع بعضنا كي الكل
لا من بعد هذا في مع الياس، من بعد مش نولوا مثلا التكنيك وحدهم والسيونس وحدهم والمات وحدهم، فهمت؟ خاطر طول الدروس الاولى ملول كيف كيف، لكن بعد تختلف الانفورماتيك وحدهم، من بعد نحدوه ومن بعد شوية بتبيع كان ده أقل الأمثلة، ها أنا الزلام في بالضبط. الشيمي بتاعنا أقل برشا منكم. اي اقصد نحن مش فاهمكم حاجه، راهو التكنيك واحد والسيونس واحد، ممكن السيونس والمات مع بعض خط نفس البرنامج يتبدل شوي، الانفورماتيك واحد اسكو ساكلي، من بعد الخدمه واحد، من بعد مش فاهمكم انا حاجه، راهو خدمه او كور دو لاني مش تكون بونكتيال ومش تكون سيلون دي زوبجيكتيف، كل سيونس شنو الاوبجيكتيف نتاعها، ونعطيكم بتبيعه النومرو نتاعي نومرو البورتابل، ونعطيكم الكونت فيسبوك نتاعي، الكونت فيسبوك تنجم تدخلوا له من تو، وتلقى محمد ديفلاوي مهمي ديفلاوي، انا تلقى التصويره نتاعي ولابس مظله، فهمتني، ادخلوا معايا امي هانو مع الياس معاهم، معناها هما يوركم الواحد، ونتعاملوا مع بعضنا، ونتعامل معناها فهمتني، وديما نخدموا مع بعض باهي، يعطيك الصحة. معناها حتى اللي يبدا يخدم في الدار، يبدا يخدم في الدار ويبدا عنده بروبليم ولا حاجه يكلمني على نمروي، او نمروي نعطيه لكم من تو، او النمرو نتاعي خذوه من تو سجلوه، ها 99 472 110، فهمتني، اي حاجه تستحقها واي حاجه توحل فيها، اي حاجه عندك في الفيزيك مشكله تكلمني بالتليفون تسالني عليها. الله يبارك لك، يعطيك الصحة. عايشة. لا المفيد اقصد نحن راو اقصد نحن نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل باش نحلوا المشاكل الكل، فهمتني، نخدموا، فهمت، عندك الكونت فيسبوك نتاعي هذا النمرو تنجم تخدم في الدار، وحلت في اكزرسيس تكلمني سير بلاس نجاوب تعطيك ريبونس، فهمتني، ميرسي مسيو، صحة. ان شاء الله ان شاء الله ملتقانا ان شاء الله المره الجايه بقدره الله، ونزيد شكرا، نعمل لكم سيونس اخرى جراتويت باهي، الله يعطيك صح. نكملوا فيها البارتي نتاع الكوندونساتور، تو خدمنا بارتي، نزلت لنا بارتي تو كملوها المره الجايه، داكوردو، إن شاء الله، داكورد، إن باي شاء بون الله، شونس، وربي معاكم وربي يوفقكم نسكم. إن شاء الله. بارك عايش الله كان فيك. سلام عليكم، سلامة سلامة. مسيو وي يا اخي، باش نقرو شيمي؟ اكيد مش نقرا شي مين بعد هذا، ممكن نبدا نخدمه باش نحدوا عاد اللي كل شيء، ويبدا فما امبلوا وكل شيء مريق، تاكوردو اوكي مسيو بنت مسيو، التسجيل ها نتاع الحصة وين نجمو نلقاو التسجيل مو نتاع كلموهم الحصة؟ عاد هما مو في الكلاس روم، كلموهم مو مجموعة اليوس، عايشة، يكلموهم سلام، تبعتكم كل شيء، فهموكم كل شيء، داكورد بنتي، يا سلام عايشة، سلام. سلام باي.